بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلقنا طبعا ب تقويم ودعم طبعا الوحدة الرابعة. الدرسان هو الدرس أحمي نفسي من أخطار التدخين، ثم الدرس الثامن أعي مزايا وأخطار الإنترنت. إذا نقرأ التمرين الأول، مخاطر، طبعا هذا المفيد في الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي، مخاطر التدخين على الصحة والبيئة. أنقل الجدول في دفتري وأستعين بالصور أسفل لأكتب في كل خانة مخاطر التدخين على الصحة والبيئة. إذا طبعا ها الصورة الأولى، الصورة الثانية طبعا امرأة حامل، وهذا طبعا رضيع طفل، وهذا طبعا صورة للرئة. نعم، بالنسبة مخاطر التدخين على البيئة، إذا بالنسبة للبيئة عندنا أولا تلوث البيئة، تلوث البيئة، نعم. ثم عندنا طبعا التأثير على صحة الحيوانات الموجودة في البيئة، التأثير على صحة الحيوانات طبعا الأليفة الموجودة طبعا في البيئة. ثم توليد كميات ضخمة ديال النفايات، توليد كميات ضخمة، نعم، للنفايات. بالنسبة طبعا المرأة الحامل عندنا انخفاض الوزن، أول حاجة انخفاض طبعا الوزن، ثم الولادة قبل الأوان. هالمخاطر الولادة قبل الأوان. بالنسبة الرضيع طبعا والطفل، وفيات الرضع، نعم تبان الصورة، وفيات الرضع. ثم مشاكل صحية للطفل، مشاكل طبعا صحية للطفل، مشاكل صحية للطفل يعني مشاكل الرئة، عندنا الرئة. ثم مشاكل النمو، هذه مهمة، مشاكل النمو البدني، مشاكل النمو البدني. إذا بالنسبة للمدخنون، هناك أمراض الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي، ثم كنا السرطانات متعددة، سرطانات بحال سرطان الرئة، ثم سرطان المسالك البولية، ثم الكلي، وهكذا. إذا هناك مجموعة من المخاطر طبعا على المدخنين وكذلك غير المدخنين الذين يعيشون قريبا من المدخنين. غنمشيو دابا للسؤال أو التمرين الثاني. نعم، هنا قالوا لنا أهم مزايا الإنترنت، التعليم عن بعد. نعم، هذه بعد انتشار وباء كورونا كوفيد 19 في شهر مارس 2020، ولحماية صحة الأساتذة والأستاذات والمتعلمين والمتعلمات، قررت وزارة التربية الوطنية توقيف الدراسة الحضورية في الأقسام، وأطلقت عن طريق الإنترنت طبعا منصة رقمية مجانية للتعليم عن بعد، تلميذتيز، والقناة التلفزيونية الرابعة، لتمكين التلاميذ والتلميذات من الاستمرار في الدراسة والتحصيل والتفاعل مع أساتذتهم وأداء واجباتهم المنزلية. أنقل الجدول، نعم سنأذى. ثم إذا عندنا وسائل التعلم عن بحال شبكة الإنترنت، نعم شبكة الإنترنت. إذا شبكة الإنترنت شنو مجالات استعمالها، نعم مجالات استعمالها، ثم الفوائد التربوية والبيداغوجية، ثم صعوبات التعلم. بالنسبة لشبكة الإنترنت، إذا طبعا مجالات طبعا استعمالها سنرى. عندنا إذا في كنستعمل الإنترنت طبعا بالنسبة للمجال التربوي، إذا التعلم وطبعا والمعرفة والتعليم طبعا والمعرفة،
إذا كذلك التواصل طبعا الاجتماعي والترفيه هو داخل في والتسلية هذو. نعم، إذا بالأهداف ديالو تسهيل، نعم التواصل بين تسهيل التواصل بين من؟ بين طبعا الأستاذ والتلميذ. إذا الأنظمة توفير المعلومات، فالشبكة الأنظمة تساعدنا في توفير المعلومات المختلفة طبعا للطلبة المختلفة للتلاميذ، لكن هناك صعوبات. فطبعا التلاميذ تدريبات، قلة التدريبات، تكلفة الأجهزة، نعم تكلفة الأجهزة، هناك بعض المرة ضعف صبيب الإنترنت كونيكسيون، ضعف صبيب الإنترنت، فهذه طبعا صعوبات تواجه عند استعمال شبكة الإنترنت. بالنسبة للثانية عندنا المنصات الرقمية، المنصات الرقمية طبعا، فالمنصات الرقمية هي كنستعملوها للتعلم موضوعات طبعا تربوية وتعليمية موضوعات. إذا بالفوائد، امتلاك مهارة رقمية، امتلاك مهارة رقمية، اكتساب المعارف طبعا عن طريق المنصة، اكتساب المعارف المعلومات. من بين الصعوبات هو الصعوبة الأولى صعوبات الولوج إلى المنصات، صعوبة الولوج إلى المنصات طبعا اللي هي المنصات الرقمية، أقصد صعوبة الولوج إلى المنصات. ثم عدم تلقي تكوينات في هذا المنصة. عدم تلقي تكوينات لمعرفة كيفية الولوج إليها، إلى المنصات إليها والاستفادة منها. هذا طبعا بالنسبة، دابا نمشيو للقنوات التعليمية، نعم القنوات التعليمية، نقلبوا الصفحة باش نكتبوا فيها القنوات التعليمية. إذا القنوات التعليمية من بين المجال التعليمي ديالو يعني المناهج الدراسية طبعا المقررات كما قلنا. من بين الأهداف، إذا تعزيز الفوائد ديالها، تعزيز وإغناء المكتسبات، وإغناء المكتسبات، فطبعا هي بحال مكمل. ثم يعني من بين الحوايج الإيجابية مشاهدة يعني الفيديوهات التربوية التعليمية، الفيديوهات يعني أكثر من مرة، يعني الرجوع إلى الفيديو، إذا بغيت نولي نعاود الدرس نرجع الرجوع إلى الفيديو، شي حصة ما فهمتهاش مثلا. إذا من بين طبعا ديال القنوات، أولا نقدر يكون عندنا ضعف صبيب الإنترنت كونيكسيون، هذه صعوبة. طبعا كاينه ثاني صعوبات لتتبع جميع الحصص، صعوبات لتتبع جميع الحصص، يعني صعب ان المتعلم يتبع جميع الحصص. نعم، ثم عدنا اخيرا القنوات التلفزيونية. اذا من بين القنوات التلفزيونية كديرنا برامج تربوية تربوية تعليمية. إذا من بين الأهداف، الاستفادة من البرامج التربوية. بعض الصعوبات، بعض المرات عدم هذه الصعوبات، عدم ملائمة أوقات البث
أوقات في البيت. طبعا التلفازي، عدم ملائمة البيت، أوقات البيت التلفازي مع أوقات فراغ متعلم، فراغ تيمي. هذه طبعا غير الاستئناس.